السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من برنامج آخر النهار مع تامر أمين. حلقة يوم الثلاث الموافق واحد إيه؟ 3 ديسمبر 2024 من الميلاد، الموافق لليوم الأول من شهر الجمادة الآخرة لعام 1446 من الهجرة النبوية المشرفة لسيد الأنام وخاتم المرسلين محمد صلوات ربي وسلامه عليه وسلام الله على كل أنبياء الله المرسلين. أما بعد، النهاردة تمشي جدا. ليه؟ لأن احنا طول الوقت بنفكر في أما بعد، ماذا بعد. والنهاردة مناسبة تستحق ان احنا نفكر بمنتهى الجدية والشغف والفخر والشكر والحمد والتواضع لله سبحانه وتعالى على ما حققنا في 6 سنوات كاملة هي عمر برنامجنا آخر النهار مع تامر أمين اللي ابتدى يوم 3 ديسمبر 2018. زي النهاردة من 6 سنين كانت مش بداية البرنامج، لأن آخر النهار برنامج قديم في قناة النهار وبرنامج رائد وبرنامج من أول انطلاق القناة في عام 2011، لكن العبد الفقير إلى الله أول طلة لي على شاشة شبكة تلفزيون النهار وعلى شاشة برنامج آخر النهار كانت يوم 3 ديسمبر 2018، واللي مستمر لحد دلوقتي بفضل ربنا اولا واخرا وبفضل دعم حضراتكم ومساندتكم ودفعنا دائما الى الامام. وطول الوقت ما بنبصش لورا وبنقولش عملنا ايه، طول الوقت بنبص لقدام ونقول هنعمل ايه. عشان كده بقول لكم ماذا بعد او اما بعد، هو ده اللي يهمني. يهمني طول الوقت ان حضراتكم تبقوا في ظهرنا، وطول ما انتوا في ظهرنا لا نخاف في الحق لومة لائم ولا نخاف شيئا، واعتمدنا وتكلنا كله على الله سبحانه وتعالى. انا بقول دايما ان مشاهد اخر النهار مع العبد الفقير الى الله هو شريك نجاح وصانع نجاح لا يقل دوره عن اي دور من ادوار فريق عمل البرنامج. وبالمرة طبعا لازم اشكر كل فريق العمل اللي بيشتغل مع تامر امين في هذا البرنامج، لان كلهم دورهم يفوقني انا، بس اللي في الاخر اللي بقدم الاكلة، لكن الطباخين والصنايعية بتوع الاكلة كلهم اللي ورا الكاميرا اللي حضراتكم ما شفتهمش، وبقدم لهم كل الشكر على المجهود الكبير اللي بيبذلوه عشان يفضل اسم اخر النهار دايما من الاسماء اللي عاملة زي العلامة التجارية كده، براند نيم، وفي صدارة برامج التوك شو في مصر والوطن العربي الحمد لله وان شاء الله دائما. طيب تعالوا نروح لفكرة العدل. الحسم والحزم صفتان من صفات الإدارة السليمة، والحزم والحسم آيتان من آيات العدل. لكن الحزم والحسم إذا لم يوضعا في مكانهما الصحيح تحولا إلى نوع من أنواع القسوة والاستخدام المفرط في القوة وفي السلطة. معناه ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ معناه انه لما اجي استخدم الحسم والعقاب والتحقيق لازم يبقى في الموضع اللي انا بشوف فيه ان فيه خطأ، والخطأ ده مقصود ومتعمد ولا يمكن السكوت عليه، ولا يمكن السكوت عليه. كلامي كله على مرجعية البيان اللي طلعته النهاردة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان والمطرب والشاعر والصديق العزيز والاخ مصطفى كامل. وارجو ان مصطفى ما يزعلش مني في كلمتين دول، هو عارف ان احنا دايما بنحب نتشاكس كده في المواضيع الجدلية اللي زي دي. نقابة المهن الموسيقية مطلعة النهاردة بيان بتقول انها هتحول فيه شيرين عبد الوهاب الى التحقيق في النقابة. ليه؟ علشان الكلام اللي هي قالته في حفلتها اللي اتعملت من 3 أو 4 أيام في دولة الكويت الشقيقة، لما كانت عايزة تترحم على الفنان محمد رحيم الله يرحمه الذي توفي الأسبوع الماضي، فزل لسانها، زل لسانها زي ما تقول كده، زلت لسان، زل لسانها، فقالت تعالوا نقرا له الفتحة عشان تبقى سيئة جارية، بدل ما تقول عشان تبقى حسنة جارية قامت قايلة سيئة جارية. وبعد كده قالت يا نهار أبيض اللي انا عملته ده، قامت مصححه وقالت انا بعتذر والله زلت لسان، انا فضيحه يا جماعه انا اسفه.
فقررت النقابة بناء على هذا هذه الواقعة انها تحولها للتحقيق. والنقابة النهاردة مطلعة بيان، ايه درش البيان ده، ايه يا مصطفى كامل البيان ده، ده بيان ايه؟ بيان اشاوس، بيان تحس انه ومنه مش عارف ايه ومن قبيل الكذا والكذا والكذا. اولا شيرين عملت قبل كده حاجات كانت تستدعي بيان زي ده واشد منه 50 مرة. انتوا جيتوا في المرة الوحيدة، المرة الوحيدة اللي هي فعلا نيتها خير تماما وان دي زلة لسان طبيعية كلنا معرضين ليها بشكل عادي، وان شيرين راجعة من ازمة نفسية شديدة تستحق ان كلنا نطبطب عليها ونقف جنبها وندعمها عشان ما نخلص عليها، جايين في الظرف الانساني النفسي ده وتعملوا هذا البيان وتحولوها للتحقيق وتسنوا السكاكين؟ عشان كده قلت لكم في البداية الحسم والحزم في مكانهما عدل، اما في غير مكانهما قسوة. محدش يقدر يلومكم ان انتوا هتحولوا فنان للتحقيق، هي غلطت غلطت، بس هل ده الخطأ المقصود اللي مقصود منه الاستهانة رحيم او الاستهانة بالموت او الاستهانة بالفن او الاستهانة بالمزرعة او الاستهانة خالص؟ قبل كده كان فيه، قبل كده كان فيه، ولا داعي دلوقتي للتذكير. لكن دلوقتي ده بالعكس، بالعكس بتعمل لفتة لطيفة، اهو زي ما انا غلطت دلوقتي وقلت بالعدس بدل بالعكس، بتعمل لفتة لطيفة وبتترحم على فنان محترم شاركها اغاني كتير واسعدنا كتير وعايز الناس كلها تدعي له وتستغفر له وكذا وكذا، فغلطت بدل سيئة حسنة. طبيعي ان الواحد لسانه يغلط وهو خصوصا على مسرح وقدام الناس وبرهبة المسرح وكذا، ما نعلقلهاش بقى المشنقة، خصوصا كمان مراعاة لظروفها، مراعاة لظروفها. المفروض النقابة دي اكتر واحدة تقف جنب شيرين دلوقتي عشان تستعيد شيرين اللي كانت بتضيع هذه الموهبة المصرية الكبيرة. فانا من هنا من برنامج اخر النهار باطالب واناشد صديقي واخي مصطفى كامل وكل الزملاء الاعزاء في النقابة حلمي عبد الباقي كلهم اصدقائي واخواتي، هنا مجال الرأفة، هنا مجال الرحمة، هنا مجال الانسانية قبل العدل احيانا، هنا مجال الطبطبة على شيرين عشان نستعيدها. و جل من لا يخطئ، جل من لا يخطئ. طيب تعالوا نروح لانجاز، انجاز حقيقي متعلق بعضة كلب. حضراتكم عارفين طبعا انه لما انسان في كلب بيعضه بيقولوا له اجري على المستشفى عشان تاخد ايه؟ الحقنة، الحقنة بتاعت الكذا، والواحد بياخد مش عارف باين 7 حقن ولا 21 حقن، مش فاكر كان كام، كان 21 وبعدين اعتقد بقوا 7. المهم يعني ليه بياخدوا الحقن دي؟ علشان يحموا الانسان من انه يحصل له اي انفكشن او اي مشاكل بسبب عضة الكلب. ده في حالة ان الكلب ايه؟ في حالة ان الكلب سليم وطبيعي. اما لو كان الكلب مصابا بالسعار، يعني كلب مسعور، هنا كان الانسان اللي بيعضه كلب مسعور كان بيموت. لا حقن بقى ولا مصل ولا لقاح ولا شكرا، كلب مسعور عد بني ادم الله يرحمه. الانجاز اللي انا ببشر حضراتكم بيه النهاردة انه مستشفى عين شمس، مستشفى عين شمس قسم المخ والاعصاب فيه نجحوا في اختراق وانجاز طبي كبير ان هم ينقذوا حياة طفل عضه كلب مسعور، عضه كلب مسعور. هنا انا في رأيي ان ده مكان القاء الضوء وتوجيه الاهتمام على هذا الانجاز، هذا الطفل الحمد لله ربنا برحمته وبتسبيبه للاسباب وجعل الاطباء يعملوا هذه العملية الباهرة النابغة ينقذوا حياته بعد ما كان الناس كلها قالت انه خلاص في عداد الاموات بعد ما عقروا او عضوا كلب مسعور، كلب مصاب بالسعار. ليه انا كنت حريص ان انا اقول لحضراتكم هذا الخبر؟ علشان نعمل دورنا في الاعلام الصح. الناس كلها مستنية غلطة الدكتور ومستنية غلطة مش عارف كذا، يقول لك امسك الدكتورة بتاعت مش عارف كفر الزيات والدكتورة بتاعت كفر الدوار والدكتورة بتاعت كفر البطيخ والدكتورة، كل الكفور والدكاترة بتوعها عايزين يطلعوهم مسرح وقمة القسوة.
والدكتور اللي عمل مش عارف كذا والدكتور اللي بيعمل المشكله مش عارف كذا وكذا. اه طبعا احنا مش عايزين نتهاون مع الخطا، بس فكره اصطياد الخطا هو اللي انا ما بحبوش. وفكره ان النماذج الحلوه المشرفه الناجحه اللي بتقوم بشغلها محدش يجيب سيرتها، دي الحقيقه عاده بقت دميمه سواء في الاعلام او في السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي. السوشيال ميديا والاعلام بقى لهم فتره ما بيركزوش على الحلو وما بيقولوش على الناس المنوره، مع ان دول اللي لازم يتشاور عليهم. اما السوشيال ميديا تحديدا والاعلام شويه بيجروا ورا الشاذ، ورا المنحرف، ورا الغلطان، ورا الوحش، ورا اللي يعمل ترند، ورا اللي يعمل جدل، ورا اللي يعمل مشاهدات. لكن نشاور على الناس المحترمه لا، اخر همنا. لا، هنا في برنامجنا ده اول همنا. فانا بقول اهو ان في ناس محترمه وعندنا دكاتره تتلف ايديهم في حرير، وعندنا ناس يعني لا يقل عن المهارات الطبيه العالميه في مستشفى عين شمس، اللي لاول مره مش عايز اقول بس في التاريخ عشان اتاكد من هذه المعلومه، بس لاول مره وفقا لمعلوماتي هنا في مصر يشفى طفل عضه كلب مسعور. الحمد لله وحمد لله على سلامه الطفل، ومبروك لاهله وخلوا بالكوا منه. تعالوا نروح للفريق اول عبد المجيد صقر، والذي يشهد تنفيذ المرحله الرئيسيه لمشروع مراكز القياده لهيئه الامداد والتموين. وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع القياده الاستراتيجي التعبوي لهيئه الامداد والتموين في اطار متابعه السيد وزير الدفاع والقياده العامه للقوات المسلحه لكل الانشطه، كل الافرع والنشاطات اللي بتقوم بها القوات المسلحه، اتباعا لمبدا الجاهزيه والاستعداد الكامل ووجود قواتنا المسلحة دائما على أهبة الاستعداد في كل الميادين. الفكرة نفسها انه كمان وزارة الدفاع بتقوم على النشاط على مدار اسبوع، سواء في ميادين التدريب او ميادين الجاهزية او اللقاءات العسكرية التعاونية المشتركة او التدريبات العسكرية. الحقيقة جهد محترم جدا جدا على مدار الاسبوع، يجعلنا دايما نضع قواتنا المسلحة وجيشنا الباسل مفخرة لكل المصريين. اهلا وسهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. مساء الثلاثاء، الفقرة الدينية، فضيلة الشيخ محمد ابو بكر سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياك الله وبياك واجعل الجنة مسوانا ومسواك ومسوى مشاهديك الكرام كل امين. اللهم امين. اللون النهاردة تمام، اللون البيج الله لي ولك يحلى عليك. طيب. كل الالوان حلوة عليك وكل طيب. الوان ربنا حلوة، ما بتبقاش بتتشائم وتتفائل بالالوان. طيب. يا بمناسبة صحيح التفاؤل والتشاؤم، هو في تفاؤل وتشاؤم في الإسلام؟ استعاذة بالله من كل شيطان، وبسم الله بالرحيم الرحمن، وحمدا للواحد الديان، والصلاة والسلام على خير إنسان سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فنعم، نعم، تفاؤل في الإسلام نعم، لكن تشاؤم في الإسلام لا نعرفه. لا نعرفه. لا نعرفه. إنما نحن نتفائل ونتفاؤل بكل ما هو خير. نعم. الكلمة الطيبة تفاؤل، والاسم الحسن تفاؤل، والرسالة الربانية حين تفتح كتاب الله فجأة، أو لما تركب العربية فجأة وتلاقي آية شغالة تفاؤل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الفعل الحسن. نعم. والقول الحسن. مش كان في، أنا برضو هنا نعم. بتأكد، مش طبعا. كان في حديث منسوب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه لا طيرة ولا فأل في الإسلام؟ لا، ده حديث. لا طيرة في الإسلام، مش لا فأل بس. لا 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 طيرة بس، لأن هي الحقيقة في حتت كتير مكتوب لا طيرة ولا فأل. لا لا لا، إحنا نتفائل بالفأل الحسن. نعم نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من جمالي ومن عظمتي أنه حينما يسأل إنسانا عن اسمه فيجد أن اسمه فيه شيء من الحزونة أو الصعوبة كان يغيره. يا سلام. يعني نعم، يعني ما اسمك؟ يقول له حزن، يقول له بل أنت سعيد. بل إن من تفاؤل النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمد إلى البكر من الفواكه والزروع.
الثمرة اللي لسه طالعة جديدة، فيأخذها ويمسحها ثم ينظر إلى أصغر الأطفال الموجودين فيعطيها إياه، وكأنه تفاؤل بحياة جميلة وبحياة سعيدة. مفهوم. لكن تشاؤم، نحن لا نعلم تشاؤما في الإسلام. حلو. لأن أمورنا كلها بيد الله سبحانه وتعالى، ونعم بالله. لكن هذا لا يمنع أن نأخذ حذرنا. لا دي طبعا مش علاقة، صحيح. لكن فكرة الإنسان اللي متشائم بأشياء أو برموز أو بأرقام خالص، هذا ليس موجودا في الإسلام. لا لا خالص، وحتى ما يدور بيننا من كلام ربما يدور على سبيل الدعابة. ولكن نحن لا نتشائم من ألوان، ولا نتشائم من كلمات، ولا لا لا طلع الألوان بره، ما تقعدش طلع الألوان بره، الألوان بجد، لكن بره الدعابة. ربنا يعافيك ويعافينا جميعا بكل الالوان اللي ممكن تصيبنا باي اذى او سوء. اللهم امين يا رب. اسمح لي نكمل ما بدانا الاسبوع الماضي في ملف السنه النبويه المطهره. وكلمنا كتير الاسبوع اللي فات عن السنه، وعجبني الحقيقه قوي طرح الشيخ محمد مفهوم السنه وانواع السنه، وعجبني جدا. وكتير من الناس الحقيقه استحسنت جدا تاكيد الشيخ محمد على فكره انه حتى بالترتيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على القول. نعم. يعني في اولويات فقه السنه، فعل النبي مقدم، وهو ده النهج والقدوه الحسنه اللي يجب ان نسير عليها قبل القول وقبل الشكل طبعا. نعم. كل دول سنه، لكن طبعا في النهايه في اولويات وفي اهميه. نعم، احنا قلنا ان السنه قول او فعل او تقرير او صفه خلقيه او خلقيه. نعم. كل هذه الامور سنه، ولكن قلنا ايضا بانه كما ان للآية سبب نزول، لابد ان نبحث عن سبب ورود الحديث. لانه ربما كان الحديث في وقت معين وانتهى امره. صحيح. وربما كان الحديث لسبب معين وانتهى امره. كذلك القرآن الكريم. ولذلك الجميل بقى والاجمل، علشان بس تعرفوا ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه كان يعيش معنا الساعة، وينظر إلى ما يقال على شاشات الإعلام وما يقال على شاشات الميديا من إنكار للسنة، وهم قاعدين في الاستوديوهات الجميلة وقاعدين متكئين كده ومريحين، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ اسمع كده: يوشك أن يقعد الرجل متكئا على أريكته. ده النبي اللي بيقول صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح بالمناسبة. يحدث بحديث من حديثي، يحدث بحديث من حديث، يعني ايه؟ يقول قال رسول الله. وبعدين فتقول طيب كويس، انت بتقول قال رسول الله، لا 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 لا، بيننا، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله. فما وجدتم فيه او فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. الا شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم، الا وانما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. خدوا بالكم بقى هنا، ودي اشكاليه. دي ايه؟ اشكاليه. هل السنه النبويه تشرع او لا تشرع؟ في تشريع تختص به السنه النبويه بعيدا عن القران. احنا بعض الناس يقول لك لا، هي التشريعات كلها خاصه بالقران. نعم. وان السنه مجرد تفسير او بيان. للتشريع. لا، الحقيقة أننا حينما بحثنا وجدنا أن السنة النبوية في بعض الأحيان تشرع ما لم يأتي في القرآن. ما لم يأتي في القرآن. هي في حاجة ما جاتش في القرآن، حاجات مش حاجة واحدة خلاص كده. ولكن هرجع تاني، يقول لك ايه؟ طيب اما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والقرآن جامع شامل. عجبني كلمة ايه؟ مظبوط دي، وانت بتقولها بثقة ما شاء الله عليك. مظبوط. طيب هو انا ضحكت عليك بصراحة، عشان وحفرت الحفرة ووقعتك فيها خلاص كده، وكتير من الناس هتقع فيها دلوقتي. انا لسه من دقيقة بالظبط قايل لك، لما اجي اقول لك آية ابحث عن سبب نزولها، او اولا الآية دي ملهاش علاقة بالقرآن اصلا. الآية موجودة في القرآن ولكن ليس لها علاقة بالقرآن. يعني اما لهاش علاقة بالكتاب اللي احنا بنتكلم عنه، القرآن حضرتك، هي موجودة في القرآن خلاص كده. اما الآية دي على علاقة ايه؟ علاقة يوم القيامة. خلي بالك، ورأى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفة. خلاص كده. طب ايه اللي حصل؟
وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره. ده الكتاب بقى اهو. نعم. كل خلي بالك المشهد اهو، وبعد كده المشهد ان كل واحد مسك ايه كتابه فقرأ كتابه من أول حياته إلى آخره، فبكى المشركون وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كويس، شفت بقى احنا بنتكلم في ايه؟ الناس خدتها على انه كتاب ربنا، لا هو مش كتاب ربنا، ده الكتاب اللي في الاخر اللي حضرتك هتستلمه اللي فيه اعمالك. ماشي، لا يعني طبعا ماشي كده. انا بس بقول لي الكلام ده علشان ما حدش يضحك علينا بايات مجتزئه. لكن ربنا قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم، لا نرجع بس نرجع للنقطه اللي حضرتك تفضلت بيها وهي نقطه مهمه، ألا وهي أن السنة تشرع. نعم، السنة تشرع، ما أنا بأصل لدي. حد يقول لك ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ نعم، ما فرطنا من موضوعات، رؤوس موضوعات مهمة. خلاص كده، ولكن تأتي بعض التفصيلات للسنة. الناس اللي قاعدة قدامي كلها ما أظن إن محدش بيحب السمك إلا أنا، يعني محدش ما بيحبش السمك إلا أنا. بس انت يعني بس ما بتحبش السمك؟ ما بحبش السمك، صح كده ولا ايه؟ معرفش، يعني لا يعني بتحب السمك ولا بتحبوش؟ طبعا. طيب طيب انت فاهم تاكلوش يعني؟ انا باكلوش. خلاص كده، لا فايتك كتير. طيب ماشي، فايتك كتير. خلاص طيب، انت فايتك كتير وباين على صحتك. طيب غفر الله ماشي. طيب السمك والله كله غذاء. طيب وانت بتضحك على ايه؟ وفوسفور. طيب. وخد بالك ده السمك ده كمان له علاقه بيه، في ماده كده ليها علاقه بال عشان بس صفي النيه يا مولانا. حاضر. له علاقه بالعقل وانتباهه، وفي ماده كده بتخلي العقل طول الوقت متقد ومتنبه يعني، والذكاء بيعلى. طيب خلينا نرجع تاني. حضرتك بتاكل السمك صح كده؟ طيب وانت متفق معي انك وقاف عند كتاب الله، الحمد لله. والسمك حضرتك حرمت عليكم الميته، فاشرح لي ازاي بتاكل السمك الميتة؟ طبعا مش ميتة، هو مش ميت. لا بس انت بتصطاده حي. لا انا ماليش دعوة، بس هو ميتة، هو في النهاية طلع ميتة، هو في النهاية ميتة، فطلع ميتة خلاص كده. قالوا لي برضك ان الاستاذ تامر بيحب الكبدة والطحال حلو قوي. صح كده؟ مظبوط مظبوط. طيب ما ده دم، وربنا قال حرمت عليكم الميتة والدم. تمام خلاص، يبقى احنا هنا في اشكالية، نأكله حراما أم أننا نفعل خلاف ما قال الله في القرآن؟ الحقيقة ولا ده ولا ده، نحن نأكله حلالا ونفعل ما أمرنا الله به. لكن هنا يجي دور النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. ما هو قال له إيه؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. صح، خلي بالك ماشي. طيب قال له حرمت عليكم الميتة والدم، فراحوا الصحابة إزاي ميتة والدم إزاي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، انتوا عندكم احل لكم ميتتان ودمان. خلاص كده. طيب ايه يا رسول الله؟ قال السمك ده من جملة الميتة اللي هو بتاعة البحر، ورجع قال لنا هو الطهور ماءه الحل ميتته اللي هو البحر، والدمان الكبد والطحال عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا استقلت السنة بالتشريع ولا ما استقلتش بالتشريع؟ استقلت السنة بالتشريع بعيدا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى قد تستقل السنة بالتشريع في بعض الأحيان وقد تشرع السنة، لكن أنا نقطة برضك هقف عندها، إيه هي؟ وحين تستقل السنة بالتشريع لابد أن نفهم أن هناك تشريع حياتي مؤقت للصحابة، وأن هناك تشريع مستديم. تشريع مؤقت طبعا. لا دي محتاجة تشريع. أقول لحضرتك حاجة، احنا عندنا خناقة النهاردة، كل شوية هات اتنين كده، واحد بيصلي في مسجد فيه ضريح والتاني ما بيصليش. تلاقي ده بيتهم ده وده بيتهم ده. ايه حجتك؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. حلو كده، طيب كويس قوي. طيب هذا الحديث حديث صحيح، ولكن لماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ما يعرفش، هو حفظ الحديث وسكت. ليه؟ هو واقف هنا، هو واقف هنا عشان حفظ بس. ده ستنا ام سلمة شافت منظر في الحبشة، شافت منظر في الحبشة، شافت الجماعة حاطين تصاوير واجسام وتماثيل يسجدون اليها، فحكت للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن أصحاب هذا الفعل. لعن أصحاب هذا الفعل. طيب علشان بس تفهم، وعلشان اللي قدامي يفهم، طيب
اللي قدامي فهم ايه؟ فهم ان هو ما يتعاملش مع يهود ولا نصارى، لان النبي قال لعن الله اليهود والنصارى. لا حبيبي، هو قال لعن الله اليهود والنصارى في فعلتهم هذه، بس كده اهو نقطه اهي. لعن زي ما القران قال، لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. نعم. يبقى حته معينه خلاص كده. طيب والنقطه الثانيه، النبي عليه الصلاه والسلام لما لعن عمل ايه؟ ده لعن بسبب ايه؟ بسبب نقطه معينه اللي هي دي. طيب وبزوال، طب عمل ليه كده النبي عليه الصلاة والسلام؟ خوفا على الإسلام في قلوب المسلمين. وده نرجع تاني، عندنا إشكالية، يقول لك بس انتوا جايين تكلمونا النهاردة يا عم تامر، انت عامل لنا حلقتين عن السنة اللي هي ما اتكتبتش إلا في القرن الثالث الهجري ولا الرابع ولا الثاني الهجري ولا في أوائل القرن الأول الهجري، 100 سنة. مين اللي قال لك؟ يقول لك مش النبي قال لا تكتبوا شيئا غير القرآن؟ نعم. أيوه نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنت حفظت ده وسكت. خلي بالك، النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث، بعث إلى قوم عرب، وهؤلاء العرب من أخص أوصافهم الأمية. الإيه؟ الأمية. خلي بالك، الأمية أنا ما بعرفوش يقرأ ولا يكتبوا. نعم. خلي بالك. طيب واللي بيعرف يقرا ويكتب قليل جدا. طيب احبوا الاسلام من كل قلوبهم، فارادوا ان يجمعوا كل شيء عن الاسلام. فعملوا ايه؟ عملوا زي ما احنا عاملين في بيوتنا كده. خلي بالك، انا عندي مصحفي ممنوع حد يراجع فيه، ممنوع حد يراجع فيه، وما ينفعش اديه هديه لحد، ما يغادرش شنطتي ولا يغادر. رايح مكة، رايح المدينة، رايح الحجز بيبقى معايا على طول، يعني عشان اريحك صليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم لازم يبقى معايا. طيب ليه ما ينفعش ادي لحد ولا هدي لحد؟ لانه فيه امور لا يصح ان يطلع عليها احد. ليه؟ هيتوهم. ليه؟ لان انا كاتب بالرصاص. انا كاتب ايه؟ بالرصاص، حاجات كده في الهوامش. طب ده اسمه ايه؟ اسمه مصحف محمد ابو بكر لوحده. صح. خلي بالك. طيب الصحابة كانوا عاملين كده، سيدي تامر، كانوا ايه؟ بينزل القرآن فيكتبه، فيروح الواحد مثلا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله متاعا لكم مثلا وفاكهة وأبا، ايه هو الأب يا رسول الله؟ فيقول له مثلا طعام الأنعام، فيقوم كاتب بين قوسين طعام الأنعام. طعام الايه؟ الانعام. فجي واحد بيقرا فقرا ايه؟ وفاكهه وابا طعام الانعام متاعا. لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم راى ان الامور هيحصل ايه؟ تداخل، فقال لا تكتبوا عني شيئا غير القران، ومن كتب عني غير القران فليمحو. طيب فتره مؤقته، فهم الصحابه الفرق بين كلام النبي وبين القران المنزل. فقال اكتبوا. لا، راح بقى الصحابي يشتكي. خلي بالك بقى، راح قال له ايه الحياة يا رسول الله؟ ده بينكروا علي ان انا بكتب عنك كل شيء، وبيقولوا لي ده النبي بيضحك وبيهزر وبيهرج، فانت بتكتب كل حاجة. فقال اكتب، فوالله لا يخرج منه الا وحيا. خلي بالك. طيب جه بعد كده، فهم الصحابة ما يتعلق بامور دينهم وما يتعلق بامور دنياهم، ودي ازمة. ودي ايه؟ صح. ازمه. خلي بالك، دي ازمه. يعني ايه ازمه؟ يعني ايه فهم الصحابه ما يتعلق بامور دينهم وما يتعلق بامور دنياهم؟ يعني فهموا يتكلموا امتى وما يتكلموش امتى. صح. فهموا ان الحديث امتى يقولوا له حاضر وامتى يناقشوه. خلي بالك، هو النبي كان صلى الله عليه وسلم بيتناقش زينا كده عادي. على فكرة، احنا اللي خلينا الاسلام في حالة من الجمود وحالة من الرهبة والخوف امام الشباب وامام ولادنا. على فكرة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأذن لهم بسؤال في كل شيء عن كل شيء. مش زي بيطلع دلوقتي لا تجادل ولا تناقش. لا لا لا، فيش ما عندنا على فكرة لا تجادل ولا تناقش يا اخ علي، ده ينفع افيه في الفيلم، لكن ما ينفعش عندنا في الاسلام خالص. نعم. طيب هحكي لحضرتك موقف كده بسيط، ولك ان تتخيل هذا الموقف علشان بس نفهم القضية ماشية ازاي. القضية في غزوة احد، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم موافقا على الخروج؟ الجواب لا خالص. طيب ايه اللي حصل؟ ولا الشيوخ الكبار كانوا موافقين بالمناسبة على الخروج. الشباب وثورة الشباب وحماس الشباب، وراحوا قالوا لعم تامر ايه انت خساع، انت قعدت، انت خلاص خفت على عيالك وفلوسك. يا عم تامر لا 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 لا، انا صحيت فيها، انا معاكم.
حب النبي صلى الله عليه وسلم صارت الأغلبية تنادي بالخروج. نعم. تنادي بالإيه؟ خروج. خرج النبي عليه الصلاة والسلام. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم حصلت الهزيمة. لما حصلت الهزيمة خلي بالك بقى، ركز معي، ينزل القرآن يقول له إيه؟ فبما رحمة من الله لنت له. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. شوف هنا 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 أبوية مش نبوة. خلي بالك احنا بنتكلم فين في أبوية. اوعى تفتكر يا سيدي تامر لما انت سكت لولادك او لبناتك ووافقتهم على حاجة انت عارف ان فيها ضرر ان تضعف منك. لا لا لا، دي رحمة، ده ربنا بيقول للنبي كده. وبعدين طيب خلاص كده، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طيب المطلوب ايه في المرحلة الجاية؟ فاعفو عنهم، ايه المشكلة؟ غلطوا اتعلموا، ها، واستغفر لهم. طيب وبعدين خلي بالك بقى اللي جاي اخطر، وشاورهم في الامر. تاني تاني بعد ما ودون، فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين، ان ينصركم الله فلا غالب لكم. انتوا خدتوا درس علشان تفهموا ان النصر والهزيمة ما كانش متعلق بشخص النبي بقدر ما هو متعلق ها باسباب النصر من الله سبحانه وتعالى. طيب اروح لمشهد تاني، لما النبي عليه الصلاة والسلام لما انتصر في احدى الغزوات واعطى لمن يعني اسلموا حديثا، ولم يعطي هؤلاء المجاهدين الكبار. كل الكبار ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، الناس الكبيره دي خلاص تمام. الشباب لا، الشباب زعلوا وقالوا ايه؟ اعطى لمن لم تجف سيوفنا من دمائهم بعد. ده احنا كنا بنحارب امبارح، جاي اديهم فلوسنا. فالنبي حس عليه الصلاه والسلام فبعت. ايه القصه؟ قال ما فيش حاجه، الشباب هم اللي مش راضيين. قال طب اجمعوا لي الشباب. فوقف النبي عليه الصلاه والسلام وانا بشوف الموقف ابوي قوي، وبص لهم كده، يا معشر الانصار، الم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، عاله فاغناكم الله بي. وفضل يعدد النعم. وبعدين لقى الكل قاعد مطقطق راسه كده، قال ما لكم لا تجيبوني؟ ما حدش قايم يعايرني ليه؟ ما هو خلي بالك، ما هو الموقف ده دلوقتي، انا دلوقتي بمتن عليكم. بقول لكم انتوا، فلازم حد يرد. ما نقدرش يا رسول الله. لا لا، انا اريحكم انا بقى، لو حب حد يقوم منكم يقول هيقول، جئتنا طريدا فاويناك، مكذبا فصدقناك، شريدا فحاميناك. شوف الكلام، شوف شوف الجمال. وبعدين بقى بص الجمال، اوجدتم زعلتم؟ يا معشر الأنصار، من أموال أعطيتها لأناس ألفت بها قلوبهم للإسلام، أما ترضون أن يرجع الناس غدا بالشاة والبعير إلى رحالهم وترجعون أنتم إلى رحالكم برسول الله؟ شوف الجمال، شوف المناقشة الراقية. طيب إزاي المناقشة الراقية والصحابي يخش يقول له إيه إذا ليه بالزنا؟ إيه إيه إنت إحنا بنتكلم في إيه؟ داخل بيقول له إيه إذا ليه بالزنا؟ ده مش كده وبس، ده سيدنا حاطب ابن ابي بلتعه اللي هو خلي بالك اللي كتب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه فتح مكه، ما كانش عايز حد يعرف علشان يخش مكه، فكتب كتاب واداه لواحده ست وقال لها روحي اديه لقريش. دي خيانه ساعه الحرب. خلي بالك. لكن النبي عليه الصلاه والسلام لما ينزل سيدنا جبريل ويعرفه ويروح يجيب الكتاب، وبعدين كل الصحابه امرنا نضرب عنقه فقد نافق، اسكتوا، ويعلمنا حتى في احلك الظروف اسمع منه ولا تسمع عنه. عملت كده ليه؟ صح. فقال له رسول الله انا بصراحه يعني بالبلدي بتاعنا، انتوا كل واحد ليكوا ظهر، واللي ليه ظهر ما بيضربش على بطن، كل واحد ليه سند في قريش، انا ماليش حد. فقلت اقدم النهارده، اقدم السبت الاقي ايه؟ لحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلص الموقف، اقتنع. ما قالهمش ده كفر. ليه الكلام ده؟ انا بقول ده كله لان ده جزء تربوي، جزء ايماني، جزء فهم الصحابة منه كيف يتعاملون مع الواقع. مفهوم. كيف يتعاملون مع الواقع. طيب هنا نقف نقطة من اول السطر علشان نرجع لفكرة مهمة، طالما لان الموضوع السنة ده وربما ياخد مننا وقت طويل ويمكن نعم. حلقات كثيرة لانه ملف مهم جدا. يعني طرحت في معرض حديثك كده وسط كلامك فكرة الناس اللي عايزة تفصل ما بين القرآن والسنة. نعم. وهنا في ناس مش فاهمة ايه الحكمة، يعني سمعنا عن القرآنيين
ايه الاستفادة ان انت تعزل ما بين القرآن والسنة، وان دي يتقال ان احنا بس ملزمين باللي نزل من عند ربنا واللي هو معصوم ومحروس وما وبتحافظ عليه، اما السنة ففيها كلام وهي في النهاية فعل بشري و ايه الحكمة من التفرقة؟ طيب انا اتحدث عن الحكمة من منظوري ما ناقشته ومن منظوري ما قرأته. فالحكمة هدم الإسلام كله، هدم الإسلام كله، ولكن هؤلاء أناس يتعاملون باستراتيجية فيها شيء من الذكاء. هم لو خرجوا على جمهور الناس الآن في برنامج من البرامج وأعلنوا أنهم ينكرون القرآن وينكرون السنة لن يسمع لهم أحد. صحيح. ولكن لابد وأن تأتي هذه الخطوة قبلها خطوات. تعال نشوف الخطوات جت منين. الأول بقى الخطوات دي بعيدة شوية. الخطوات الأول جت، هم الصحابة معصومين، هم مش بشر زينا، هم مش ممكن يكونوا كذبوا في النقل، مش ممكن يكونوا دخلوا حاجات في السنة مش بتاعتنا. ثم كانت الخطوة الثانية، منين أأمن إن الحديث ده صحيح أو ضعيف. ثم كانت الخطوة الثالثة وهي ضرب الصحيح من خلال الطعن في البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي ومالك وابن ماجة وهؤلاء الأبطال. ثم بعد ذلك الطعن في ميزان الاعتدال وميزان التجريح الذي وضعه أهل العلم. ثم بعد ذلك طرح السنة بالكامل. فلما طرحت السنة للدرجات دي انت شايف انه منهج وخطوات متصلة؟ طيب اقول لحضرتك حاجة. نعود الى يعني عشرات السنين من الخلف حينما بدأت هذه القضايا. اليست هذه القضايا بهذا التسلسل؟ مش صحيح. طرحت بهذا صحيح. التسلسل صحيح. خلي بالك. ها لا انا مش بعترض على حدوثها. لا ما انا بقول لحضرتك انا بالراحة عليا مولانا. نعم. انا بس عايز المشاهد يمشي معانا. نعم. واحدة واحدة. انا لا اعترض على حدوث الخطوات اللي حضرتك تفضلت بيها ولا على تسلسلها وتراتبها. نعم. انا باكد وبشاور على مقصد حضرتك في انها منهج مقصود متعمد مش من قبيل التراتبيه الصوفيه. لا خالص أبداً, ابدا ابدا ابدا. ولذلك يعني اقول لحضرتك بسيطه قوي، عارف نجاحهم ليه؟ ليه؟ لان اهل الباطل دائما يعملون وفق استراتيجية هادئة طبيعي. مرتبة يسلم بعضها بعضا، تتضافر جهودهم سويا من أجل أن ينجح مشروع واحد ولو كل 20 سنة. صح. على فكرة الصهيونية كده، الصهيونية مثال اللي حضرتك بتقوله ده، منهج يعني شرير لئيم بطيء بيتسوى على نار هادية، بياخد وقت والكل بيشتغل وعارف ما دوره وصولا الى نتيجة حتى ولو بعد عشرات السنين. تعال بقى اهل الحق بيعملوا ايه؟ ها العشوائية، صح كده، بيشتغلوا بالفطرة، دفع ضياع المنهجية، الاصطدام، تفتت الجهود للأسف. صح. خلي بالك. صح. ليه؟ لانهم هناك لا تعنيهم الرئاسة، اهل الباطل لا تعنيهم الرئاسة، انما يعنيهم المشروع. هينسب لمين في النهايه؟ مش مشكله. هو سبب عشوائيه وفوضى اهل الخير واهل الفطره غياب المشروع. ده غياب المشروع، غياب المهدف، غياب الهدف يعني. لا وغياب، لا الهدف واضح، ولكن لا ايه الهدف؟ لا الهدف واضح ولكن خد بالك يا مولانا. نعم. دي نقطة مهمة جدا. نعم. جدا ارجو ان حضرتك تنتبه لان انا عايز اقوله عشان رسالتك ورسالتنا. نعم. تصل للمشاهدين. انت دلوقتي عددت بحكمة شديدة منهجية اهل الشر. نعم. وان هم ازاي بيقعدوا الاول يتفقوا على الهدف، احنا عايزين نوصل كذا، هدم الاسلام، او عايزين نوصل في الصهيونية الى احتلال كذا وكذا والاحتلال العالم وسيادة مش عارف ايه، او في مسألة كذا عندنا هدف وبيحطوا له الطريقة وبيشوف كل واحد شغله ايه وبالراحة وبنشتغل عليه وكذا. المشكلة انه اهل الخير اللي هم اهل اللي هو نزعم ان احنا منهم ما عندناش هذا الهدف، ما عندناش هذا المشروع.
طول الوقت الدولة الإسلامية منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي فترات ازدهارها كان في مشروع، كان في هدف، كان هدف بناء الدولة طول الوقت، ثم تدعيم أركانها، ثم توسيع حدودها ومش عارف كذا، ثم توسيع المفاهيم والمش عارف، ثم كان في هدف فالكل كان شغال عليه والكل بيتبرى في خدمة هذا الهدف. أنا رأيي المتواضع، وهنا حضرتك بقى تشرح المشاهدين المعنى اللي أنا عايز أقوله، منذ أن غابت الرؤية وفقدنا البوصلة وضاع الهدف ضعنا معه. نعم صدقت. لأن أهل الشر ألجأونا إلى مرحلة الدفاع المستمر. وهذا الدفاع بتشتتنا أصبح دفاعا ضعيفا. صح. خد بالك، عجبني أوي إن حضرتك قلت بناء الدولة كهدف. بناء الدولة كهدف قبليه كان بناء الشخصية. صحيح. خلي بالك، ما نعانيه اليوم في أمتنا ضيعوا الشخصية. صح. أزمة التربية، أزمة الهوية. النهاردة أنا لما باجي أكلم ابني، خد بالك ده نتيجة برضو هم لعبوا على الحاجات دي، خلي بالك. أيوة. ضربوها في مقتل. أيوة. وأنا لما بقول الكلام ده أنا أرجو أن نعي وأن نفهم، هم لعبوا على ضياع معنى الوطنية من النفوس. أيوة. يبقى الحكومة اتصلت النهاردة وقالوا لكم اتكلموا على خالص. هو لما لعب على معنى الوطنية، مش لعب على معنى الوطنية من منظور الجيش والشرطة والدولة زي ما انت فاهم، هو لعب على معنى الوطنية ليقضي على الدين. لأنك انت عقيدتك بتدافع عن ايه؟ ها؟ وطن ثم دين، مش كده؟ طب لما انا افقدك الوطنية، لما انا كرهك في بلدك باستمرار، نعم، وابقى عايز خلاص يا عم ياخدوا الجنسية اسافر اي دولة، خلاص انا زهقت وقرفت، خد بالك. طيب هما لعبوا في ده ليه؟ علشان يفقدك الهوية الاساسية ليك. صح. وبعدين تهوين المقدسات. تهوين المقدسات ده لعبوا على حتة، في حتة ضياع الشخصية وتدمير وتشويه الشخصية اللي حضرتك تفضلت بيها دي، من فترة كده وبقت النغمة سائدة من فترة دي، يعني من 10 20 نعم. 30 سنة. نعم. احنا الاصل عندنا اللي اتربينا عليه، الاصل الحلال والحرام. نعم. ابتدوا يلعبوا يقول لك لا، هي قصة مش حلال وحرام، هي مشيها عيب ولا مش عيب. نعم. ثم بعد شوية هو العيب ده بأنهي منظور؟ صحيح. وبأنهي مجتمع؟ صحيح. وبأنهي قيم؟ وعيبك غير عيبي، واللي تشوفه عيب غير اللي انا استعيبه. فنسينا خالص حتة الحلال والحرام، وانا نشتغل بالعيب، والعيب بقى نسبي، وكل حاجه دلوقتي ما بقتش عيب في اطار الحريه ما هو ده اسمه ايه؟ خلي بالك، هو ده اسمه ايه؟ تغيير المصطلحات. صحيح صحيح. هو القصه النهارده بقى ايه؟ تغيير مصطلحات. وصل حضرتك؟ صح. ده كله ضمن حاجات كتير قوي وصل كده. احسن. طيب انا الان اتساءل، وان كان السؤال يبدو صادما، من ابنائنا الان يعرف صوره المسجد الاقصى؟ الكل في عقله مسجد قبه الصخره، ولا احد يعرف شيئا عن المسجد الاقصى. صح. خلاص. ماذا عن في عقول ابنائنا عن المسجد الاقصى؟ الا انه نزاع على ارض، خناقه على حته ارض، خلي بالك. طيب ده كله ايه اللي بيحصل فيه؟ ده اللي بيحصل كله منهجيه الجاتنا نحن الى الدفاع. طيب هم خلي بالك ما بيبحثوش عن اسم، هو عنده استعداد يدخل باسماء مسلمين من اجل ان يصل الى هدفه. لا طبعا، خلي بالك. طبعا هم عندهم الوسيلة تبير الغاية تبير الوسيلة. معايا كده؟ طب احنا لا، انا لازم اكون الرئيس هنا. تمام. لازم انا اكون الكبير. صحيح. طيب القضية لما انا اكون الكبير واكون الرئيس، ايه اللي حصل؟ اللي حصل دلوقتي صرنا نتنازع على الرئاسة والريادة، فضاعت كل مشاريعنا. فضاعت كل مشاريعنا. الحلقة اللي فاتت لما قلت لحضرتك نقطة، ان الناس معذوره في الحديث الضعيف والحسن، لانه لم يصل الى البيوت بعد. نعم. مش كده ولا ايه؟ صح. لما خرجت من عند حضرتك زمايلي زعلوا مني قوي. ليه؟ قوي. لا سيما المحدثين اللي هم اشتغلوا بعلم الحديث وبداوا يبعتوا لي على الواتساب لو فتحت لحضرتك كميه كتب. فيعني اداره نقاش بيني وبين احد احبتي كده قال لي انا بعت لك على الهواء علشان تقول. قلت لهم انا يعني الكتب دي
تظن في شريف علمك انها مش في يعني مكتبتي، في مكتبتي او في مفكرتي او في ذاكرتي، ولكن انا اعي فوق ذلك. اللي قلت له هذا الكلام حبيس الادراك اما في مكاتب العلماء واما في المكتبات الاسلاميه، ليس في مدارك الناس، بس لم يصل الى الناس بعد. نحن الان نريد مشروعا فقهيا ميسرا، مشروعا فقهيا ميسرا. انا محتاج النهارده، احنا عندنا ازمه ان لحد النهارده ما زلنا نسال في ابجديات الفقه. نعم. طب ده ليه؟ لاننا بنعاني اميه دينيه، صح كده ولا لا؟ طيب ما زلنا نسال حديث ده اعرفه حسن منين وضعيف منين؟ خلاص كده معايا كده عشان ما يضحكش عليا. ها ما زلنا نعاني. طيب انا هقف عند هذه النقطه لان وقت انتهى، بس عايز عشان نحط بس عنوان نختم به ثم نستقبل في مسألة الحديث والضعيف والحسن، وليه اطلق على البخاري والمسلم ان هما صحيحين بين بعد كتاب الله القرآن الكريم، واشياء كثيرة جدا عن سنة نبينا المصطفى. لكن خلينا نقف دلوقتي قدام انه لا يجب الفصل ابدا ما بين القرآن والسنة، وان القرآن والسنة هما المنهل اللي بناخد منهم دنيا. إن أردت عنوانا أختم به، من فصل بين القرآن والسنة فقد كذب بالقرآن وكفر بالقرآن، لأن القرآن هو الذي أمرنا أن نأخذ بالسنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. صلى الله على سيدي رسول الله. شكرا جزيلا مولانا، ونفع الله بك، ونراك الثلاثاء القادم ان شاء الله. ان شاء الله. انار الله وجهك بالايمان وقلبك بالسعاده والاطمئنان، ورزقني واياك والمشاهدين زياره النبي على الدوام. اللهم امين. بعد الفاصل حوار اخر في اخر النهار. اهلا وسهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. هذه المره سنتوقف امام ملف الاستثمار العقاري، طالما حضر الاستاذ طارق اسماعيل رئيس مجلس اداره شركه طارق اسماعيل للاستثمار العقاري. جهزوا فلوسكم، اعرفوا ان في خصومات وتنزيلات وعروض لها علاقه بالاستثمار في الساحل والسخنه وراس صدر والحاجات الحلوه. مساء الورد. مساء النور. ازي حضرتك؟ ايه الحمد لله، اكبر ما عليك يا فندم. كله زي الفل والله العظيم. انا بتفائل مع حضرتك وببقى سعيد وانا مع حضرتك، وما شاء الله يعني حضرتك يعني بتعمل كل حاجه حلوه للمشاهدين. حضرتك النهارده في عروض حضرتك وكده مني مش هتحصل تاني، واول مره هتحصل فعلا. فعلا والله العظيم النهارده انا عارف. انا اول ما لقيته داخل عليا بالشياكه دي الهله كده بالشياكه باشا، عرفت النهارده عليك يا معلم. باشا الله يخليك يا طارق، ربنا يكرمك. اولا طمنا اخبار سير العمل في المشروعات عامل ازاي؟ الحمد لله زي الفل، الدنيا ماشيه كويس جدا، كل يوم في جديد، الحمد كل يوم في تقدم. النهارده شركه طارق اسماعيل الحمد لله، اول لقاء قعدت مع حضرتك تاني بيه قلت لك لما حد ما فيش سي في ليا لسه ببتدي. طيب قلت لحضرتك نختار بقى الدماغ اللي شغاله، اللي انا راح لصاحب شركه شغال بدماغه ولا شغال بفلوسه. لما جينا اتكلمنا في الفلوس قلنا الراجل واحد يقول لك انا من 2005 عملت ايه؟ صفر. اي صح. طيب احنا الحمد لله بقى لنا سنه وشهرين. شركه طارق اسماعيل عملت ايه في سنه وشهرين؟ الحمد لله. اول حاجه كنا بنبيع اكوا بي 1 و 2 3 4 الساحل الشمالي الكيلو 77. كنا فرع واحد فرع الحصري 6 اكتوبر. النهارده حضرتك في سنه وشهرين عندنا اكوا بي 1 و 2 و 3 و 4 الساحل الشمالي و 7 ستار 1 و 2 و 3 موجوده في راس صدر في الكيلو 45 القريه الهولنديه، والساحل الشمالي قريه منابيه داخل المشاريع بتاعتهم. فالنهارده الحمد لله كنا فرع واحد، لا النهارده فرع الحصري، فرع اسكندريه في سموحه، فرع سلطنه عمان، وكالة ابو ظبي شارع الكورنيش. الله اكبر. الحمد لله فرعين جوه مصر، فرعين بره مصر، واخر مره كنت مع حضرتك قلت لك ان شاء الله في خلال سنه هنبقى 8 9 فروع. اللهم صل. وكنا 3 فروع وقتها. صحيح. فالنهارده الحمد لله احنا كل يوم في تقدم. تمام. كل يوم في شغل، ما بنبصش ورا. الامتداد ده والتوسع ده بسم الله ما شاء الله برضه اشرحه للمشاهدين، جاي بناء على ايه؟ يعني النجاح ده الحمد لله متاسس على ايه؟ الحمد لله احنا قلنا ان في خبره 25 سنه. تمام. الحمد لله خبره 25 سنه استفدت ايه؟ يعني مثلا واحد من ضمن الشركات اللي كنت شغال فيها عنده مشكله كبيره وبتاع، ربنا يوفقه ويكرمه ويحل مشاكله. ربنا يحل كل مشاكل الناس. شكوى النائم العام وقصه كبيره كده. انا استفدت منه ايه؟ شفت بيعمل ايه هعمل عكسه. يا سلام. طبعا. ما هو في ناس داخله
انا مش داخل عشان اكسب، لا انا داخل عشان انا اسف اقلب العميل. داخل عشان اكسبه بس، داخل وفي الاخر مش هديك حاجه، لكن لا انا كل شويه هاخد منك فلوس. لا النهارده اعتبر بيه القصه، ابص للعميل وابص ليا. النهارده الحمد لله احنا الشركه الوحيده في مصر اللي طلعت كصاحب شركه طارق اسماعيل قلت كلمه واحده، اي شركه تتاخر يوم عن التسليم شركه غير ملتزمه. مفيش صاحب شركه عقارات في مصر يقول الكلام ده. الحمد لله احنا الناس الوحيده اللي طلعت. معظم الناس يدي مبررات ويقول لك السوق وسعر الصرف واسعار الخامات، مش سبب. النهارده اعتبر بيه احنا بنسلم بدون مقدم، بالفرش، بالاجهزه، بالتكييفات. صح. اقرب تسليم ليا بعد سنتين ونص. النهارده اول حاجه اعتبر بيه احنا ما بنتكلمش، مش طارق اسماعيل بيتكلم، لا ورق، دي ورقه وموجوده في ضمن الاوراق بتاعتنا اللي بتنزل. الورقه دي بتقول ايه؟ دي من مجلس مدينه الحمام. بتقول ان المشاريع بتاعتنا رخصه 70 و75، رخصه 70 ديت خلصان فيها البدروم واتنين بدروم وارضي واول وتاني، ورخصه التعليه 83 للتالت، ده في 70. 75 القواعد والسملات معموله بالكام؟ يعني مخلص 85% من المشروع ولا لسه قدامي سنتين ونص اقرب تسليم. ايه اللي يخليني اعمل كده؟ ودي مستند حكومي. حكومه ده في ختم ناس. ايوه. مش طارق اسماعيل اللي بيقول. ايوه. ده اول حاجه. النهارده حضرتك اول شركه عملنا اتفاق مع شركه اتقان للاساس الزكاش من دلوقتي. ليه بعد سنتين ونص؟ عشان اثبت لك سعر. عشان ما اجيش اقول لك اعتبر بيه والله وقت التسليم، لا ده خلي بالك فروق اسعار. كتير عملوا كده. ايوه، كلمه فروق اسعار دي عامله مشاكل ونزاعات كتير ما بين عملاء وشركات. فانت بيبقى مثلا سعرك جنيه يقول لك لا ده انت سعرك النهارده 5 جنيه، انا مالي؟ انا كعميل مالي؟ صح. انا كعميل مالي؟ النهارده انا بتحارب في السوشيال ميديا بسبب الكلام ده؟ لا، حارب زي ما انت عايز، اعمل اللي انت عايز، بس انا هقف ضدك مع العميل، لان انت صوره سيئه للشركه عندي. تمام. احنا كلنا في مجال واحد. مفهوم. ما خفناش على مجالنا، كلنا هنضيع لا قدر الله. ممتاز. بس. طيب تعال بقى نروح لكل مشروع لحدد. تعال نقف دلوقتي عند مشروع الساحل الشمالي. ده في مفاجأة. في مفاجأة. الساحل الشمالي الحمد لله خلص بالكامل، مش متبقي غير اخر مرحلة، مرحلة الفي اي بي بس. بسم الله الله اكبر. وبرضه عاملين عليها عرض مع انها اخر كل مرحلة. الوحدات الحمد لله. الحمد لله انتهت بالكامل، عشان كده احنا عاملين عروض كويسة. واللي فاضل انا عارف ان انت بصراحة كان قايل الجملة دي من زمان، من فترة كده، اخر مرة لما كنت معاه في الساحل، ويمكن تشوفه في التقرير كمان شوية، اخر زيارة لينا بالكاميرا موجوده في موقع المشروع عشان نتابع سير العمل. فقام رميل المعلومه كده، قال لي بس خليها شويه، قال لي انا كنت ببيع الاول كل الوحدات وسبت بقى الايه وش القفص، هو البي اي بي، البي اي بي ده للاخر، علشان هو ده اللي يبقى يعني جوهره المشروع. وعاملين عليه خصومات برضه عشان خاطر معاليك ومشاهدين معاليك. ممتاز. والله العظيم بجد. فهو المتبقي ديت في الكيلو 77، تمام. المشروع بتاعنا مشروع اكوا بي 1 و2 و3 و4 وسيفن ستار 1 و2 و3، تمام. المشروع زي ما قلنا حضرتك في سبع، فكر الناس كده باللوكيشن واهميه اللوكيشن بتاع كيلو 77. انت بينا وبين مول زهران 2 كيلو، بينا وبين العالمين المدينه العالميه العالم كله بيتكلم عليها 10 دقائق. هناك في مدينه في العالمين اللي هي جامعه العالمين. باجرها لك صيف شتاء، بستفيد منها، ببيع لك وحدات فندقيه على الاسفلت مباشره، على الطريق مباشره، بشاطئ خاص، بسبع حمامات سباحه، باتنين حمام سباحه مغطى للسيدات، باتنين اكوا بارك، تمام، بكل الوحدات، وحدات فندقيه مش شاليهات، وحدات فندقيه. مفهوم. البيضه الذهب اللي بتكسب. فانا النهارده هو ده الكونسبت او المفهوم اللي الاستاذ طارق متخصص ومتميز بيه، انه مش بيبيع شاليهات وفيلل زي بقيه القرى والكومباوندز اللي في الساحل الشمالي، هو بيبيع، مش بيأجر ولا تايب شير، بيبيع وحدات فندقيه على حسب بقى عدد الامتار المتاح، بالحصه في الارض. بحس في طبعا ملكيتك، مفتاحها معاك، بتاعتك انت بس، ده مش تايم شير ولا جو. تحافظ على ملكيتها بالزبط. واستخدامها زي ما انت عاوز، تأجرها انت زي ما انت عاوز، يديها لك تأجرها زي ما انت عايز، كله متاح بالظبط. تاني حاجه، المشروع بتاعنا في راس سدر 7 ستار 1 و2 و3، النهارده هنبتدي في 4 1 2 3، خرسوا اخر مرحله اللي هي 4، هنتكلم عليها النهارده، عشان كده عاملين عرض خاص عليها. ده داخل القريه الهولنديه في الكيلو 45 على البحر مباشره، مرحله اولى وثانيه شغاله بالكامل، والناس بتنزل وبتطلع مفيش مشكله خالص. ناقص المتبقي المرحله الثالثه اللي احنا بنتكلم فيها، اللي هي مرحله الوحدات الفندقيه. ممتاز. ديت كلها تسليمها فرش، اجهزه، تكييفات، كل شيء باعلى مستوى فندقي، تمام، بدون مقدم نهائي. ممتاز. قبل بقى ما نتكلم في الخصومات والعروض والحاجات الحلوه، ممكن نروح نسافر كده نوري الناس اللي احنا شفناه في الموقع، عشان الناس تطمن، واللي عنده قلق من سير الاجراءات وكذا يبص على كل حاجه على ارض الطبيعه. وانتم عارفين يعني التزامي طول الوقت مع الاستاذ طارق، اول ما بيقول لي انا جاي اقول له لا ما تجيش، انا اللي جاي الاول. صح. ابص واتاكد عشان يبقى الكلام
في مذاكرة مني للمشاهدين. مظبوط. تعالوا نروح نشوف اخر ما وصل اليه تقدم سير العمل والانشاءات في مشروع الساحل الشمالي كيلو 77. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من أرض الكفاح والنضال والتحدي، نحييكم من أرض المعركة، بس ما تلوش هي معركة البناء والتشييد والمعمار. أحييكم من مشروع أكوا باي الخاص بشركة طارق إسماعيل للاستثمار والتطوير العقاري، وإحنا بنتكلم على معيار الوقت. ليه معيار الوقت؟ عشان زي النهاردة من حوالي شهرين ونص كنا هنا في نفس المكان وكنا بنتفرج وكنا بنتابع سير الأعمال، وشفتوا في حضراتكم الصور واللي هنقارن لكم بيها قبل وبعد. مر شهرين ونص وأنا بقول لكم إنه مرور الوقت ومرور الزمن هو معيار الجدية. تقدم الأعمال والإنشاءات والبنى والطوب الأحمر والمسلح والسيراميك والتشطيبات هو معيار الجدية والمصداقية، والتزام الشركات والرجال بوعودها وكلماتها وعقودها كمان هو معيار المصداقية والنجاح والجدية، وده أهم ما يميز مشروعنا وشركتنا شركة طارق إسماعيل استثمار وتطوير العقاري. أنا كنت حريص بناء على دعوة من الأستاذ طارق إسماعيل إن إحنا نتواجد هنا بعد شهرين شهرين ونص من آخر زيارة، علشان مش بس نشوف الإنشاءات وصلت فين، عشان نشوف كمان معدل الشغل عامل إزاي. أوري لحضراتكم بالصورة قبل وبعد كنا فين من شهرين ونص وفي شهرين ونص بس حصل إيه. على الأقل الموقع أو المبنى اللي أنا بكلم حضراتكم منه دلوقتي كان تقريبا أشاير وبدايات الدور الأول. النهاردة إحنا بنتكلم وأنا واقف مع حضراتكم دلوقتي في الدور الثالث أو الرابع، مش فاكر، لسه في الرابع فوقينا وفي كمان الروف، يعني بنتكلم في أقل من شهرين ونص تم إنشاء المبنى بالكامل حتى بدوره الأخير. المبنى اللي في خلفيتي زي ما حضراتكم شايفين، إحنا كنا بنتكلم على إن كان في دور الثاني شوية كان طايله شوية طوب. النهاردة بنتكلم على ان المبنى بالكامل اتقفل بالطوب الاحمر، وبداية هذا الشهر اللي احنا فيه شهر نوفمبر هتطول ايادي التشطيب من خلال الصحي والكهرباء والمية وما الى ذلك. ده بالاضافة الى باقي المباني اللي التشطيب الداخلي ابتدى فيها فعلا. في بشرة كمان مهمة جدا، ان احنا بعد اقل من اسبوعين او ثلاث اسابيع على الاكثر هيبدأ حفر حمامات السباحة وتظبيط وتخطيط اللاندسكيب والمساحات الخضراء، علشان يبقى العد التنازلي لبداية هذا المشروع ودخوله للحياة يبدأ مع حضراتكم بالفعل. مهم جدا ان الصورة هي اللي تتكلم، وزي ما احنا عارفين كده في مجال الاعلام ان الصورة بألف كلمة، والصورة هي اللي بترد على كل الكلام وهي اللي بتطمن العملاء واصحاب الثقة والمتعاملين مع هذه الشركة. وخدوها مننا، مش عايز اديكم عاد، بس بقول لك اهو على لساني، جهز مايوهك وجهز مضرب الركت وجهز عدة الصيد، قريب قوي صيفك هيبدأ مع أكوا باي. تحياتي ونشوفكم دايما على خير. كل هذا واكثر مع شركة طارق اسماعيل للاستثمار العقاري. انا جبت المايوه وجبت لسه فاضل السناره، بس جبت المايوه عندنا تحت امرك كل حاجه ان شاء الله. طب بصراحه انا الزياره الاخيره، الزياره دي كانت في نص التاني من شهر نوفمبر، يعني بحوالي من اسبوعين تقريبا، وكنت حريص ان انا ابقى موجود هناك مع الاستاذ طارق في الموقع عشان نشوف. والحقيقه انا حتى ساعتها قلت له بسم الله ما شاء الله، ما كنتش متخيل ان في شهرين من اخر زياره في اغسطس لنوفمبر، شهرين شهرين ونص، يحصل معدل الشغل ده. العمارات اللي كانت أشاير بقت عمارات كاملة، الأسمنت بقى طوب والطوب بقى بتشطب، وداخلين الشهر اللي جاي إن شاء الله في حفر اللاندسكيب والحمامات السباحة والمناطق المفتوحة. فبصراحة أنا متخيل إنه لأ، يعني هيحصل تسليم بإذن الله قبل المواعيد اللي موجودة في العقود بإذن الله بكتير، بإذن الله ده اللي احنا ماشيين فيه. تمام، يبقى احنا أول حاجة ثبتنا أرض الواقع، ثبتنا ورق مش بتاعنا، لا ده ورق في مجلس مدينة الحمام. لما قلنا احنا الشركة الوحيدة الحمد لله اللي الورق الملكية بتاعها في العقد اهو، قرار وزارة رقم 4 بملكية الارض بتاعت راسي، فهو جوه العقد. ممتاز، جوه العقد. ممتاز. تمام، لما بنقول احنا بنعمل عقد الايجار مع عقد التمليك اهو، لو حبيت تأجر بأجر لك. حلو. احنا الشركة الوحيدة يعتبر بيه الحمد لله علينا شرط جزائي 25% في حالة التأخير عن الاستلام.
في الشركة بتكتب خمسة يقول لك 1% 2% 25% في حد التأخير عن الاستلام. ممتاز. فالحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الله يخليك. يلا يا باشا أنا جاهز. طيب نتكلم الأول على راس صدر. يلا. تسلمها خلال 5 سنين طبعا هيكون قبل كده بكتير بس احنا بندي نفسنا فرصة تمام؟ الأسعار عندنا بتبدأ ب 24000 جنيه قسط شهري لمدة 20 سنة. حلو. بكرة. بدون مقدم. بدون مقدم. اقساط متساوية كل شهر لمدة 20 سنة. بالظبط كده. تمام. هيبقى السعر 24000 لمدة 20 سنة. حلو. بكرة في خصم لمشاهدين حضرتك 75% 6000 جنيه قسط شهري لمدة 20 سنة. في راس صدر. من 24000 ل 6000. 6000 جنيه قسط شهري بس. بسم الله. لمدة 20 سنة. تمام؟ بدون مرة تانية بدون مقدم بدون دفعات سنوية بدون دفعة استلام بدون حق خاص. هو انت ماشي اقساط الرقم اللي هتلتزم بيه في العقد القسط الشهري هتقعد تدفعه لمدة 20 سنة كل شهر بإذن الله مفيش أي فلوس تانية. ولو عملت معايا عقد الإيجار وحبيت إن أنت تأجر بعد الاستلام مش هتدفع لا هتاخد. مش هتدفع بقية الإقساط لا هتاخد لأن الإيجار هيعوض. بالظبط كده. ممتاز. ده اول عرض بتاع راس صدر. ولسه معلش احنا نكمل نيجي بقى للساحل. الساحل الفي اي بي السعر بتاعنا المفروض ان 90000 جنيه لمده 20 سنه. الفي اي بي ده بقى اللي هو واجهه المشروع اللي على الطريق وعلى البحر. بالظبط صح. بالظبط. تمام. لا هيبقى بكره في خصم بدل 90 هيبقى 30000 جنيه قسط شهري لمده 20 سنه بس. التلت ده بكره بس. 30000 جنيه قسط شهري لمده متملك وحدتك الفندقيه على واجهه المشروع وبتطل على البحر. بالظبط كده. طيب تاني مفاجاه بقى عشان ما اخليش حد يفكر عشان حضرتك تقول لي يا تامر بنت عملت كل حاجه. بكره الاسعار اللي احنا قلناها ديت واحده عليها واحده هديه. 1 بلس 1. بالظبط. بكره بس. سواء هنا او هنا. سواء هنا او هنا. حضرتك خدت واحده في الساحل الفي اي بي هتاكل هيبقى وحدتين ب 30000 بكره. خدت وحده في راس صدر هيبقى الوحدتين ب 6000 جنيه بكره. ياه. تالت حاجه واهم ميزه اللي انا بعملها مع حضرتك بس ان في حاجه اسمها شهاده الاستثمار اسال عليها فلوسك هترجع لك بعد 10 سنين مع احتفاظك بالملكيه. ازاي؟ بكره اسال عليها. اسال على شهاده الاستثمار بس فلوسك بالكامل بتاعه الوحده هترجع لك بعد 10 سنين مع احتفاظك بالملكيه زي ما انت. طب انا اسالك سؤال. اتفضل. اول مره اساله لك. اتفضل يا باشا. انت بتيجي بتقول لي بكره هذه العروض السائل راس صدر 75% من 24000 جنيه ل 6000 جنيه. 6000 جنيه. والساحل الشمالي العمارات الفي اي بي اللي مطله على الطريق الساحلي والبحر من 90000 جنيه لست بكره 30000 جنيه صح؟ وحدتين. وكمان وحده وعليها وحده. بالظبط. يعني 30000 جنيه ده خليك تاخد وحدتين. بالظبط. تمام. ليه بكره بس؟ هقول لحضرتك حاجة. يعني ليه مش بكرة وبعده؟ هقول لحضرتك حاجة. يعني اقفلها لاخر الاسبوع بكرة اربعة. صعب يا اربعة وخميس. صعب. ليه؟ انا بتكلم بس علشان فكرة انه على فكرة براحتك طبعا. لا ده انت حضرتك تأمرني بس انا اوضح لحضرتك. الامر انا قصدي ان انت بتدي اريحية للعميل اللي ممكن ما يكونش شوف الفقرة دلوقتي بس هيشوف الفيديو بكرة على اليوتيوب او كذا. او اللي عنده التزام بكرة او حتى عشان طاقة المكتب في استيعاب العملاء لان انا عارف بعد العروض دي هتلاقي تكدس. احنا عندنا الحمد لله 4 مكاتب في فرع اسكندرية. هيبقى في فرع اسكندرية. لا انا مش هلحق اروح دلوقتي. فهيبقى في كله. ليه بكرة يا تامر؟ احنا بنبيع مش بسعر التكلفة لا بكسب. بس تكلفة مادية مكسب بتاعه قليل. مفهوم. فانا مش عاوز برضو ده انا يعني انا برضو مش عاوز ابيع قوي كتير قوي في الوقت ده. انا عاوز ابيع. وصلت برضو. يعني انا وجهة نظر انا بقول لك بس على انت عارف انا دايما. انا عارف معلش انت حبيبي. ده طبعا. بس انا بدافع عن المحامي بتاع مشاهدي. عارف والله. والله عارف. ففكرة انه حد يقول لي طب انا ما لحقتش بكرة يا تامر. طب انا بكرة ما ظروف ده انا بكرة عرفت من حد مش عارف كذا ومش عارف احضر غير بعد بكرة. عاملين برضه يا تامر بيمو احنا مش بنعمل عراقيل. حضرتك بكرة ما قدرتش تيجي. عندنا حضرتك في فودافون كاش وعندك حساب الشركة. اعمل حجز وتعالى بعد اسبوع. دي في بس كده عندك العيد. ايه رأي صح؟ عندك العيد. تحت امر. صح. انت مجرد بس ان انا اكلمك بكرة. وتحجز معايا. احجز معاك باي رقم في فودافون كاش او بالقسط او القسط. باول قسط. بس. وتعالى كده خلاص انا ثبتت السعر. ثبتت السعر. وخدت العرض بتاعك.
بالظبط كده. لا كده عداك العيد. الله يكرمك يا تسلمنا يا فندم. شرفت ونورت يا طارق، وبجد دايما كل مره بتسعدنا بالشغل المحترم اللي بيحصل وبالخصومات والعروض اللي بتحصل. ربنا سمح حضرتك يا فندم. ربنا يكرمك يا فندم. شاكرين معاك. يجمعنا على خير. شرفت ونورت وشكرا دايما على خير. الله يخليك. شكرا يا فندم. شكرا لحضراتكم. خلصت حلقتنا، نروح لفاصلنا الاخير ومنه الى الختام، واقول لكم سلام.